من عائلة شرقية وغربية، مسلمة ومسيحية. لأني كبرت هيك ما عرفت شي عن العنصرية، ما فهمت شو بتفرق الاسم على الهوية أو شو كانت الجنسية. ولما سألت شو أصلي ومن وين وشو مكاني بهالكرة الأرضية، سكتت، ما عرفت أجاوب. شو بيحدد مين أنا غير الأخلاق والفكر والشخصية؟ قالوا لي ما بتشبهي أمك أو بيك، وسمعتهم بيحكوا على الشكل باللون وبالطول وحتى الحالة المادية. حبوني واحترموني، كرهوني واحتقروني بس على المظاهر الخارجية. حسيت بألم وإحباط وضغوطات يومية من مجتمع ما بيرحم وبيحكم بمعايير وهمية، خلقوا حروب من تفرقة طبقية دينية طائفية وسياسية، وما عرفوا إنه باختلافنا بنكمل بعض، وبتقبلنا وحبنا بنوصل للحرية. أنا فرح وهي قصتي، وإيد بإيد نتخلص من القيود والمسميات والصور النمطية ليتحقق حلم الإنسانية ونعيش بسلام وعالم ما فيه عنصرية.